Hello, my friend. Hello, everybody. Hello, hello. Dalbeda, Blachiota Sidi Bliod. Il y a beaucoup de travaux. On a tramway. Ok, le bisway, ou atallah, le khidma, renouvellement, rénovation, réaménagement. Souya, il y a ce bar, on a Dalbeda. Les gens de Dalbeda, ils se barrent chouya. Ils se barrent la circulation. C'est une grande ville. C'est une mégapole. Une ville géante, mais les arfliars et les fiars, bien. La patience, ça tue pas. La patience, ma katrtelch. Quand je crois comme, il y a l'achawa, khoutna, khoutetna, hein, les katdefrelina ou katsendouna, d'aïmen mana, saraha, ou tout ma l'oxygène d'yenna, machine, tout ma l'oxygène. اللي خلينا نرسبيري ونبقاو على قيد الحياة وما خدنا اللي كيبغيو البلاد اللي كيبغيو المغرب اللي كيتراسلوا معنا كذلك وزرتوا لنا لي فيديو في الواتساب لي زوديو الشهادات كذلك الدعم المعنوي لان الحمد لله انا من النوع اللي ما محتاجش الحمد لله وربي غناني من فضله بما يكفيني داكشي اللي يكفيني وانا نخدم البلدي المغرب وكنقدم الشهاده ديالي يوميا ميم سي لو فو 10 فوا بار جور هنا كاين البور هنايا كازا بور وهادي غود لا كورنيش هادي ما جيتش مع سميتو النفق ديال الموحدين هنا كاين بوكو طرافو كاين اشغال كبيره غادي تكون لان هنا تكون لا برولونغاسيون ديال كازا مارينا ومن هنا على اليسار فين واقفين هنا الناس هنايا كاينه المدينه القديمه اللي هي فريمون مدينه قديمه هنا كانت الحدود ديال الدار البيضاء وهذه اللي من هنا كانت غي لوسيون تيك 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 اتلانتيك اللي كيشوف في المغرب اللي هو ذكي كيشوف هاد لي فيديو اش كيشوف الحاجه اللي مهمه بيان سير كيشوف المباني وكيشوف العمران الجديد والقديم الحداثة ولا الأصالة والمعاصرة وكذلك كيشوف بلاد الحرية ستادير الحرية بواحد المعنى اللي ما كيناش في الدول العربية وما كيناش في الدول الإفريقية تقريبا كاين شي دول ولكن الأغلبية المغرب هو أنت راه بحال الشكل ديال اللودايا بحال موكادور بحال مازاغون المدافع ديال المدينة القديمة وهنا الترميم ديال المدينة القديمة من الخارج وكيصوبوا ليسباس فير هنا فين ترتاح الناس وهنايا اون فاس كازا مارينا هادي كازا مارينا اللي ما عمرو جا الدار البيضاء راه ساهلة ينزل من لاكار يمشي غير على رجليه ينزل في كازا بول يمشي غير على رجليه يدوز فيها النهار كامل فيها جميع انواع المأكولات عبر جميع المأكولات طاليانية مغربية سويسرية روسية تركية اللي بغيتي فهمتي و بيان سير المغاربه عزيز عليهم الماكولات المغربيه عزيز عليهم الطاجين وعزيز عليهم وكاين لي جون اللي كيبغيو لي برغر فهمتي اذا كنشوفوا هنايا هذه كازا مارينا ومن هنايا المدينه القديمه وهاد الطريق هادي هي اللي كتدي مسجد الحسن الثاني وهادو هادي سي دي كرو بروجي الا دخلتي كازا مارينا تلقى كاع لي ماغازان دي موند توت لي مارك دي مود كاينين اون بليس مارجان كارفور ماكدونالد كينغ برجر بيتزا هات كرونو بيتزا كاف سي كلشي جميع انواع الماكولات كاينين عندنا حنا تابعين شويه القص هنا في المغرب عزيز علينا ناكلو مزيان وهنا اون فاس كتشوفوا الناس حتى البيرسونال راه خارج هنا هادو دي فونكسيونير هادو سوا دي بيرسونيل دي زومبلوي ديال هاد لي زيموبل اللي كتشوفي فيهم شادين الالاف من يد العامله المغربيه لي زوبيراتور اللي زعما عندهم دو تري بون سالير فهمتي وكاين لا شونس بور تو لي ماروكان داكسيدي كاين الحظ لجميع المغاربه باش يدوزو هنا كان عنده مستوى كان كونطابل كان جيستيون كونطابل جيستيون سوسيتي كان اناليتيك ولا كان ريزو انفورماتيك ولا بروغرامور ولا المهم كل واحد وعلى حساب لو نيفو ديالو جي كنقول لك دابا المغرب اون لايف ديما هاد لي لايف علاش هاد لي لايف مهمين بزاف كيوري لك لا ليبرتي دي ماروكان والحياه اليوميه واللي هي مهم
كما قلت tout à l'heure le terme ديال freedom of lifestyle, la liberté du mode de vie, hein, la liberté du mode de vie, حرية أسلوب الحياة في المغرب, عيش كيما بغيتي, ما كانش اللي يتحرش بك, ما كانش اللي كيما بغيتي, فهمتي؟ احترم بيان سيغ بعض الأمور هما لي مور اللي خصك تحترمهم بواحد الطريقة اللي هي ضرورية, واحترم الرموز واحترم القوانين بيان سيغ, لأن لا أحد يعذر لجهله القانون, لون لي سونسي إنيوغي لا لوا, مي بروفيتي كي تكون في المغرب بروفيتي دو لا في باسكو لو ماروك سي أن بيي دو لا في. اللي كيجي للمغرب كل شيء كيتبدل عليه, واخا يكون في الميريكان ولا في روسيا ولا في اوروبا, حنا كيلقبونا بالبنغلاديش وحنا كنفتخروا بالبنغلاديش, بلد قوي, بلد قوي بالرجال ديالو رغم الكثافه السكانيه اللي عنده ورغم ان عنده طبقه الفقيره, ولكن دوله منتجه كتنتج بالعرق كتافها, ماشي كروزي ترو تروفي بترول, ما كايناش كروزي ترو تروفي بترول, كروزي ترو تروفي غاز, كاين الخدمه, الرجوله والفحوله, كاش اما كيعيبوني يقول لك البنغلاديش, حنا كاع ما كيبقى فينا الحال كيقول لنا البنغلاديش, نحن مسرورين جدا, هاي تبتوا واش حنا بنغلاديش ولا حنا بوسبير ولا حنا ولا حنا اليوطي ولا إلا قريتي المذكرات ديال اليوتي, سير الطوم دو وسير قلب على اليوتي وشنو كيقول لك, ها كيحضر المغرب تلف بالأورغانيزاسيون بالأورغانيغرام ماروكان, ها كيفاش مسيرة الدولة وكيفاش المخزن مسير الدولة, وكيمشى للجزائر اش قال لك, قال لقيت غير الغبار, خلاها منار سليمي القياطن والعجاج, لقى غير العجاج حتى القياطن ما كانوش كاينين, هادي في مذكرات اليوتي, كيعايرونا باليوطي هما ديما شادين البوطي وجاه القوطي, كيعرفوا القوطي, القوطي هو الحك, حك ديال السردين ولا حك ديال الحليب نيسلي ولا حك ديال عاد كتشوف دابا المازوت راه داير 15 درهم في المغرب, 15 درهم ولا سيارة وقفت, كل شيء غادي في طوموبيلته وانت واحد ما كيتشكى, رانا غير الخدمة, رانا غير البكية, رانا لي زافير, رانا البيزنس. إوا نتمنى ويزيدوا في الرواتب الشهرية ديال الموظفين وديال العمال ويزيدوا في السميك, نتمناوه بلاتي هي أحسن, بلا شوشرة بلا الدار البيضاء, فين ما مشيتي تلقى فين تقاوى, تلقى فين تبرك, تلقى الحضارة, تلقى كاع المدن المغربية في الحقيقة, أنا مازال ما مشيتش شي مدينة وقنطت فيها, جميع المدن المغربيه كنلقى فيها راحتي, ولكن ضروري ما غنضرب دوره في فاس وغادي ندخل للرياضات ومراكش باش نجاوبوهم على الزليج, راس الزليجه ولا يقول لك الزليج ديالهم, كما قلت في الفيديو اللي من قبل, اخطر حاجه هما الخونه ديال الداخل, المتملقين المنبطحين اللي كيحسبوا راسهم اذكياء وعلى انهم يتعايشوا مع الجيران وعلى اننا نحن اخوه وكذا, هذوك هما اكبر المنبطحين, هما اللي مطيحين علينا الدل, اما حنا ما باغينش حنا ما كنحرضوش على الكراهيه, ولكن الحيطه والحذر, ها الحيطه والحذر من الهواري وعبد القادر, الحيطه والحذر من الهواري وعبد القادر, يا ابو علام داروها بينا شحال من مره وغدرونا شحال من مره وخدعونا شحال من مره وخانونا شحال من مره, وقالوا حنا اللي خناهم, ضربني وبكى وسبقني واشتكى, كي باسا باراكي عندما تشكى كوتشي باراكي,
Que passa, que passa. Adelante. جي بو فوز اسيغي نقول لكم واحد القضيه والله ما كان كلاكسوني هنايا في طبيعه جو نا كلاكس عمر كيكون راكب معايا كيقول لي كلاكسوني كنقول ليه لا كان واحد الاغنيه ديال قانا المغناوي حبيبتي تجي لعندي تجي لعندي تكلاكسوني وانا ما نخيبهاش اللي كان في لوركاس قانا المغناوي اللي بينوه الاخوان رشيد وفتحي اللي قتلوه رشيد اللي قتلوه الجروب ديال الجيه ديال مدينة توفيق وخالد نزار الدار البيضاء بلا حيوط اسيدي بليوت سيفري بلا حيوط اللي يجي يدخل واللي يجي يعيش فيها الدار البيضاء الدار البيضاء غير يخدم غير يخدم هضرب دوره في اي شونتي وقول بغيت نخدم تلقى الخدمه والنباته وكل شيء وتعيش مع المانوفريه وتربي العضلات ومن بعد كي تحفظ البلاد بدل بدل فين ما مشيتي تخدم في الدار البيضاء تمشي القهوه تمشي الكادا تخدم في قهوه تبات قهوه قول لهم انا ما عنديش فين نبات وكلوك وشربوك وتكون غير راجل ومن بعد غادي تحسن الوضعيه ديالك الدار البيضاء كتقبل على كل شيء على الافارقه هنايا راهم عايشين راهم كانوا ناويين يمشيو لاوروبا راه استقروا في الدار البيضاء وهذاك اللي قال لك في ولاد زيان راه مشيت صورت في ولاد زيان درت لا فيديو قال لك راه كاينه 3000 مغربي كتبات برا هذوك مساكن افارقه وماشي 3000 ما كملش حتى 300 ماشي 3000 بزاف 3000 3000 شنو هي راه جمهور راه القنطره غير صغيره ما تكفيهمش كاينه واحد 100 ولا 120 كاع ماكسيموم كاينه انا كيبانوا لي شي عشرات الدوله ما تخليش كاع هذا الكم الهائل ديال الافارقه يتجمعوا هكذا امبوسيبل جات ولاد زيان والله ما بقات لا راف في المغرب كوني بقات لا راف في المغرب دابا اللي عندنا حنا البروبليم اللي عندنا الخونه اللي بغاو يستغلوا هذا الكونفلي الجيرو ماروكان وباغيين يتقربوا منهم باش يتصاحبوا معاهم ونساو انهم راه والله لا عقلوا عليهم بالنسبه ليهم المغربي اللي يجي معاهم في الاول كيجاملوه يقول لك هذا راجل هذا راجل مغربي حر هذا راجل من بعد كيطيح يبداو به هو الاول يزيفطوه ريفولي ويعريوه يزيفطوه بالكيلوت ولا بالبيجاما كاع اللي حشمو كاع لا عقلوا عليه من عدم شويه يفكر شويه هادي راه بلادو هادي راه بلادو ماشي نتايا وهذا دابا حتى داك الشيفور ديال المولديه داك لامسيو اللي مرمقها مع ملويه مع واد تا هو ردو يحقد ولكن ديجا هو كان كيحقد وديجا كان حاقد على المغرب ومشى عند بالماضي دار سيبليون ديالو بحال غادي يولي وتصور دابا هذا تعطيه في المغرب تعطيه جينيرال في الصحراء بحال هذا النوع هذا ما يبيعلكش البلاد تلقاهم عندك هنا وادو حتى الصوره ديالو سبحان الله العظيم كيبان بياع كيبان خائن والمغرب هو اللي عرفو المغرب هو اللي لبس ليه المايو شكون كان يعرفو وادو شكون لعاب ميديوكر ان جوار ميديوكر لعاب متوسط ماشي شي لعاب كبير راه ما هوش النيبت ولا البياز ولا الظلمي الله يرحمه ولا بكار ولا ها ولا عز بودربالا ولا مستودع ولا فهمي ولا ولا عمر نجاري ولا عبد الرحيم ولا الداودي ولا بن عبيشه ولا وكنذكر غير ديال الويدات والراجا حيت راني غير حدا نذكروا السميري ونذكروا فيلالي الله يرحمه ونذكروا مصطفى ونذكروا الحسين والحدادي وعابد وسعيد الادريسي إدريسي اللي كان بحال قلتي ميشيل بلاتيني ونذكروا بوساتي بوساتي عزيز عليا بوساتي انا كاع اللعابه ديال القنيطره عزاز عليا الصراحه كان عزاز عليا اللعابه ديال القنيطره واللعابه ديال المحمديه واحد الوقت والجيش اللي كان كله تقريبا كيكون الفريق الوطني وصراحه اللعاب اللي بقى لي في الذاكره ديالي احسن اريير دروا واللي كيدير ترانزيسيون كيطلع ويهبط هو فتوي احسن اللي بقى لي في الذاكره ديالي هو فتوي اللي عيطوا ليه الشريف ديال الجديده احسن لعاب واحسن هداف اللي بقى لي في الذاكره ديالي هو البوساتي ما نافقش انا ما نافقش الصراحه نقولها لك فهمتيني هذا
هذه الشهاده ديالي. واحسن ميليو دو تيران اللي بقى لي في الذاكره ديال احسن ميليو دو تيران اللي بقيت عاقل عليه واللي كان زعما الصراحه واحد المستوى كبير بزاف هو جمال ديال القنيطره. جمال ديال القنيطره الله يودي جمال ديال القنيطره الصراحه سي دوماج ما كانوش ديك الساعه الاحتراف والله العظيم الا كان يبان لي انا احسن ميشيل بلاتيني كان في ليبوك ديال ميشيل بلاتيني. من بعد صراحه من بعد بان تيمومي في الحقيقه عنده خاصيه ديالو ولكن جمال حاجه اخرى. تيمومي كان تكنيسيان بزاف سيغ دوي يلعب لي دو جومب وسيرتو لا غوش وكان تيمومي تكي وجمال عنده طريقه ديال اللعب وتيمومي طريقه ديال اللعب ولكن نهضروا الصراحه هاد الوقت كانوا لعابه كبار مع الاسف ما كانش الاحتراف معاه تفاراس وعسيلة وميغال والاخوه الرعد والمحمديه حتى هي كانوا فيها ديك الساعه ما كانش الاحتراف ولكن عقلوا عليهم كانوا كيفرحونا واخا ما ديناش كاس افريقيا لان كاس افريقيا سهله لي كوب لي ماتش اليميناتور ما تحكمش على الفرقه تقدر تكون ان بون ايكيب وما تديش لا كوب دافريك. نعطيك اكزومبل نعطيك اكزومبل ديال لا هولاند. لا هولاند غروند ايكيب وما داتش لا كوب دي موند وكانت تستاهلها شحال من مره ربما ثلاثه د المرات. لا هولاند اللي لا هولاند اللي خلقت فرقه خرجت خلقت طريقه ديال اللعب مع كوفاكس لو رومان جو بونس ماشي هونغرو سي ان رومان هو اللي فورما فيدينيك وميشيل ايدالغو هو مول هاد التيكي تاكا اللي كتشوفوا فيها اللي كانت كتسمى الطريقه ديال لاكورديون. الطريقه ديال لاكورديون راه جايه من اجاكس امستردام جابها معها كرويف جابها معها كرويف كريفت كما قولوا انتوما كرويف يوهان كرويف هو اللي جابها للبارسا وبقات في البارسا وسموها التيكي تاكا لا دوميناسيون ولا كونسيرفاسيون دو بال لي باس رابيد ولا ديفونس اون ماس ولا ترانزيسيون كيهبطوا كاملين ويطلعوا كاملين بحال لاكورديون. هذه كان كيديرها كوفاكس مع لا هولاند. لا هولاند اللي كانوا كلهم ديفونسور كلهم اتاكون ويلي فون دي كركوف ريني فون دي كركوف كان راب كان هان كان كراف كان بقيت عاقل ريزامبرينغ وكان كانوا وصلوا لا فينال ديال لا كوب دي موند في الارجنتين وكانوا لاعبين مزيان ومشاو ديكونسونطراوهم مشاو جو بونس ريزامبرينغ كان داير البلاتر ومشاو داروا به اللعابه ديال اللعابه ريزامبرينغ كان الكوش واعر واحد الكوشي واعر داروا به اللعابه ديال الارجنتين وعيطوا للاربيت ورونوها وخرجوا الهولنديين من الماتش خرجوا من الماتش لانهم هذاك ريزامبرينغ كانوا عوالين عليه وخرجوا من بعد خلاه يلعب ولكن واحد القضيه لا شونس ما لعبتش كانت ماركات لا هولاند البيت هي الاولى تعادلت الارجنتين جات اخر دقيقه واحد اللقطه ريزامبرينغ غادي يضرب العارضه وغادي يصفر النهايه ديال المقابله وغادي يديروا الاشواط الاضافيه وهذا كامباس هو اللي خرج على حلا هولاند ماركا جوج بيوت كامباس من بعدها كامباس جو بونس مشى لفالونسيا وقيله ولا اتلتيكو د مدريد لقيت عقل جو بونس فالونسيا باسكو اتلتيكو د مدريد كانت معروفه كانت ريكروتي لي جوار لاتينو ايالا زي ماريا لويس بيريرا سيموني هي كانت كتركروتي اللعابه ديال لاميريك لاتين ما عدا ارديلاس اللي مشى كان لو بلي بوتي جوار اللي مشى لانجليتير. هذيك لا كوب دي موند اللي داتها الارجنتين كانت تستحقها لا هولاند وديجا كانوا هدو كريف قالوا ليه تلعب نقتلوا لك ولادك وما لعبش فيها ما شاركش فيها ما بغاش يقول الشهاده ديالو. ولا فينال اللي لعبوها مع لا هولاند مع الاسبان البيت اللي ماركا انيستا واحد ليرور وروبين وصل فاس ما ماركاش البيت كون ماركا داك البيت كانت تديها لا هولاند. ولا فينال اللي لعبوها مع الالمان في الالمان اللي كانوا ماركاو هما الاولين البيت ماركاو بينالتي ماركا هرب ومن بعد ايغاليزا جو بونس ميلر وعاود ماركا عليهم الدوزيام بيت وتقصا ومشات لهم لا كوب دي موند. علاش كنقول لك هي دي زيكيب اللي يستاهلوا دي تيتر ولكن ما داهمش لهذا ما نحكموش على المغرب انه ما داش لا كوب دافريك ان ما كانش كاينه فرقه كانوا كاينين لعابه كاينه فرقه وكاين كل شيء ولكن
لا كاستيون ديال لي سيركونستانس ظروف وبزاف الامور اللي انا ما نقدروش نديطيوها اللي ما خديناش لي كوب دافريك. لا كوب دافريك ديال اللي درناها في المغرب اللي كان فيها البياز وكان فيها لعابه كاملين حداوي واللعبه ديال 86 كنا نقدروا نديوها، ولكن ما كانتش عندنا هذيك لا فورس مونتال، ما كانتش عندنا لا فورس مونتال. لعبوا عليها اللي كاميروني، ها لعاب ضرب سعيد براس هرس ليه نيفو، لعابه تاهما خرجوا في الماتش وتقساو. مو المغرب اللي كان غادي يديها هذيك لا كوب دافريك نورمالمون، ولكن الكاميرون اللي قساتنا هي اللي داتها. الكاميرون اللي قساتنا هي اللي داتها. بالنسبه ها اللي دارنيير كوب دافريك اللي لعبناهم اللي عقل عليهم ديال رونار، الاولى ديال رونار والثانيه ديال رونار. الاولى كنا غاديين مزيان، كان بن عطيه مريض ما كانش اون فورم ودخل يلعب، ودخلوهما كهرباء اخر لحظه الحظ ساعدو ماركه واحد البيت. كنا مدومينين اللي جبت مدومينينها بصح ديال بصح دوميني، ولكن اللي جبت ماركات البيت وقصاتنا هذاك لاكوب كات ديالنا، لان ربحنا كوت ديفوار ربحنا نيجيريا حيدنا كاع الفراق الكبار. كذلك هاد لاكوب اللي قصاتنا قصانا توكار اللي هو البنين، جاتنا لوكازيون ديال بيلانتي مع الاسف زقلها زياش في الدقيقه الاخرى وزيروا معنا ما خلاوناش نلعبوا، ما لعبوش كره في لي برولونغاسيون وربحونا بيلانتيات، وحنا حيدنا ربحنا الفراق الكبار ربحنا كوت ديفوار اللي عذبت الجزائر، والجزائر ما دازت معها الا بالبيلانتيات. في 2004 وصلنا للفينال، مالوغوزمون وصلنا مع الفريق المنظم، ما يمكنش الفريق المنظم غادي تكون تلاعب في التيران ديالو غادي يخليك تدي لا كوب دافريك. وصلنا فيناليست مع تونس وفهامي سكين فهامي ديما بقاو حاسبينها عليه، هذاك الشيء كيوقع في كرة القدم. فهامي الكرة ضربت فيه وفهمتي كذلك كنا نمشيو لا كوب ديمون في تونس، واحد الكرة مزروطة الشاديلي مع الشاديلي تيراها من البعيد والمياغري خارج ودخلت زفت عليهم زديقة. كنا نتأهلوا وتونس خدمت التأهيل في الكواليس ضد الزكي مع غينيا ومع مالاوي جو بونس، عطاتهم الماتش في الروتور لعبتهم مع لي زيسبوار سون بيبليك، وتونس ربحت برا وحنا زيرونا تعادلوا معنا، ومع غينيا كنا رابحين والحكم عادلنا صحة يعني ماشي بحال اليوم راه عندنا القجع. ديك الساعة كنا رابحين ودومينين بالعاني الحكم عادلنا ومشات تونس فايتنا بنقطة باش مشات لاكوب دي مود، حنا اللي كنا غادي نمشيو. المغرب ما كانش يخدم في الكواليس ديك الساعة. هاد السنوات الأخيرة المغرب فرض راسو في لاكاف، وعلاش فرض راسو؟ بالعمل الدق والسكوت، بنى البنية التحتية كاملة، أحسن بنية تحتية رياضية في إفريقيا في المغرب كاينة. واخا الجزائر بغات ترشح لاكوب دافريك ما كنظنش الكاف غادي يعطيها لها، ما نظنش واخا تشريها بالفلوس، لأن حتى الأمن ما كاينش في الجزائر، راك شفتو كيفاش كيهاجموا على التيرانات، وهما هجموا في الماتش ديال الشيلي باش يعطيو صورة خايبة على المغرب، والجزائريين هما اللي هجموا هما اللي دخلوا، المغاربة ما يزعموش، المغاربة غير تبعوهم، راك عارف حنا الدراري ديالنا غير تبعو، ها غير نباح ينبحوا معاك هذوك الشباب اللي عندنا الله يهديهم. هذا بوغ شونجي دو سيجي، هضرنا على الكرة، أن وهذا العام المغرب لعب كاع الماتشات في التيران ديالو، لأن الدول اللي لعبت معاه بغات تلعب عنده، واخا يلعب المغرب في التيران ديالو، غنتفاهمو، شحال من واحد قال لك حقا المغرب لعب في التيران ديالو وربح، راه كان بلا جمهور، راه بحال كي تلعب بلا جمهور، بحال لعبتي في برا، بحال، كاينة ليغاليتي دو المساواة في الحظ، ليغاليتي دو شونس. بحال كاين اللي جاي من بلاد اخرى، كاين لوكال كاين الفيزيتور بحال لعبنا الماتشات ربحناهم كاملين في التيران ديالنا، ولكن بلا جمهور بحال راك خارج لا ميم شوز. وتاهلنا كنقولك لعبنا مع فراقي صغار افريقيا في لاكوب دي موند في الكاليفيكاسيون، حتى واحد ما يبقى صغير، كلشي يولي عنده طموح باش يوصل كلشي. ومشينا لاكوب دي موند، عندنا حنا الديمقراطيه وعندنا الكلمه ديال الشعب كدوز ديما، الشعب بغى واحد يمشي في حاله حيدوه، الشعب اللي بغى الشعب اللي قرر ان واحد يمشي في حاله حيدوه. اليوم جا الركراكي بدا بواحد التشكيله
شويه بدا كيرجع للتشكيله ديال وحيد، وهذا خطر، خطر على الفريق الوطني. كاين اللعابه اللي ما كايناش بلاصتهم تماك، وما فيهاش الحشومه هذا الشيء. كنشكروهم انهم ساهموا معنا، ولكن كاين الناس دابا طلعنا لواحد المستوى خطير، خص يكون اللعبه في المستوى. انا اللي تعجبت ليه علاش كيدخل الزلزولي والصابيري، كيدخلهم رون بلاصون، كيدخلهم حتى الاخر، بالعكس خصهم يدخلوا في الاول. يفو فيغ لو ريزولتا او ديبار، صابيري زلزولي ها وبوفال في الاول، كتفرح الفرقه، كتفرحها في الديبار. ما تخلي حتى الاخر تيعياو الدراري، وما تبقاش ما يبقاش لا فيزيون مزيانه والعينين يضبوا عاد دخل اللاعب. راه شويه لا، خصك في الديبار دخل لي تري بون زيليمون، دير بريسيو على الفرقه وتماركي، ومن بعد جيري الماتش ديالك، جيريه ديفونسيفمون من موليو تيران. ما تبقاش تعول على لا ترونزيسيون والمشي والمجي الفريق هو هذا. نتمنى ان الركراكي ما يطيحش في الفخ ديال واحد، ويبقى يتعاطف ويشد. انا ما نديش التسميات، جو نيفو بليسي بيرسون، ما بغيت نشرح حتى شي لعاب، ولكن الزلزولي والصابيري عندهم كونكانتي سوداني، نقول لك حتى هو يدخل بريمير ميتون، ولكن دابا بليسي. نتمنوا انه يدخل الزلزولي في الاول، عنده واحد لا فورس دو بينيتراسيون خطيره جدا. كان لعب واحد اللي كان بحاله في المغرب، هو عز بودرباله، كانت عنده ديك لا فورس دو بينيتراسيون، كانت عنده الصحه، الصحه و كنهضروا في لاطاك. عز بودرباله راه صاحبي، ولكن راه جوار، كرون جوار عز بودرباله، سي ان كرون جوار. كان عنده ديك هو كيقصد لو ديفونسور وكيليمينيه. كان مستودع حتى هو، سميكا حتى هو كان خطير، راه ما تديريش الكره من رجليه. ومؤخرا اللعابه ديال دابا لا كوفرتير دو بال وكونسيرفاسيون دو بال ديال ميتولي حتى هي اون نيفو. كيف الرجاء، انا نهضر، انا نهضر على الكره، جو سوي نوتر، ما انا ما رجاوي ما ويدادي، انا كنعطيك ليفاليسيون دو شاك جوار. ميتولي سي ان كرون جوار، ها كنشوفش انا لا ديسيبلين. يا بوكو دو جوار دون لو مود لي قباح، راه لا شتي كونطونا ولا شتي كاسكوني ولا شي حاجه، راه تا هما راه قباح، فهمتيني، دار ولا بيبي ولا، راه قباح تاع هذوك اللعابه، راه ماشي كره كتبغي شويه ديال ديك القبوحيه. ديك الكره راه ماشي تنس ولا غولف، مره تخرج عينيك وتغوت. واخا مع البيبليك راه هذاك كتسمى ان كومبورتمون، حكموش عليه وقت الوقت بيان سيغ. الواحد كيولي انستار، لان الناس عتين ستار بالنسبه للرجاء وبالنسبه للكره الوطنيه، ستين ستار. كاين جوار ديال بكري كانوا كيحشموا، سي فري كانوا شويه تيميد ايتو، وهذاك الشيء ما بقاش ياكل اليوم. اليوم الا وليتي تيميد في الكره راه ياكلوك، تولي كيني ميني كره، كيلي مينيون، تولي لا كخيم فخاش، ياكلوك بالصبع غيلحسوك، با لا بان كاع يهزو المعلقه. هادي بور شونجي. وهاد ليكيب هادي راه حنا علاش حنا غادي لقطر، نو سون تخي كونتون باش نمشيو لقطر. وهاد ليكيب اللي كاينه راك شتي شنو دارت بلجيكا لتونس، نفضتها شحال زقلو. الماتش كان غيخرج شي عشرة لواحد، خصنا ان تري كروند ديفونس. بلجيكا خصنا نجيريو معاها، اون دوا جيري افيك لا بلجيك. سي با ان ماتش ا غاني، سي ان ماتش ا جيري مع لا بلجيك، ماتش اللي خصك تخرج منو باش ما كان على الاقل بتعادل، باش ما كان. ما تقوليش غتربح لا بلجيك، علاش لا، ولكن الفو غونتخي بوغ جيري ان ماتش، با بوغ غاني ان ماتش. ابخي اون فوا جيري ان ماتش، فو دابور نو با بيغدغ، نو با اونكيسي، خصك دابور ما يدخل لك حتى هدف، حتى بيت، والو، سمعتي والو. تمردهم الركراكي خصو يلقى لو تخيك كومون بيرتوربي، كومون ديكونسونتري لي بلج، كيفاش يخرجهم من الماتش بلا ما ياخذوا لي زافارتيسمون بلا والو. نتمنى يطيع الفكره الصائبه باش يدوميني الماتش ديال مع لا بلجيك، ويخرج ب كندا تفرش فيها، يسون تخي فيزيك، صحاح بزاف وما كيعياوش. كنقول لكم من هنايا، كندا ما كيعرفوش العيا، وعندهم دي زيليمون واعرين مجنسين، عندهم دي زيليمون واعرين مجنسين.
لا كرواتي راكم عارفين لا كرواتي ليكيب فيناليست، راه حتى لا بلجيك كانت كاري دور، حتى هي كانت وصلت للمربع الذهبي لا بلجيك، ها حتى هي كانت على نقطه وكانت هي توصل لا فينال. راه كالكو بيتيز داروا كالكو فوت تاكتيك فوت دو بلاسمون خسروا. لا كرواسي كانت فيناليست او مالوروزمون دوك لي ديماراج ديال مبابي وداكشي اللي ما عرفوش كيفاش يجيريوه اللي باش داو مشات لهم لا كوب دي موند. على هي المغرب طاح في واحد الجروب، طاح في البركان، جروب صعيب اللي طاح فيه المغرب. ونتمنوا من دابا يتبريباريو اللعابه مونطالمون كومون جيري لو ماتش مونطالمون اي كومون دي كونسونطري لي بيرج، كيفاش تخرجهم من الماتش فهمتي با نيمبورت كيل مويان سوف باغ با باغ لي بيتيز. ما تاخذش الصفرات لان المنافسه فيها ثلاثه د الماتشات، ما خشمش تقساونا اللعابه اللي مزيانين. وحنا راه حنا غادي لقطر، المهم غادي نمشيو نحتفلوا، وكما كانت النتيجه حنا قابلينها لان راه حنا عارفين ان هذوك الناس راه دي او كاليبر ماشي فرق هوات، ماشي سي با لاشان. وكذلك بالنسبه لاشان كنحيي القجاع احر تحيه اللي ما مشاش حضر القرعه ديال لاشان، لان حتى هما ما زفتوش في القرعه باللومي وماجير. على بالك باللي باللومي يحلفوا به في معسكر، يقول لك براس باللومي يحلفوا به لان هو معسكري ماسكارا. واحد الوقت كانت غير بلاصه ديال القلال، بلاصه ديال الجلابه النهاريه والرزه 33 تور والمطرق زبوج هي اللي كانت عندهم، ما كيلبسوش كاع هما ديك الساعه السروال والكوستيم، غير القشابه ديك الجلابه ديال الاخر و 33 تور اللي كان طور فيهم طور يضرب كوستيم ورزه 33 تور والمطرق زبوج. ديما مطرق زبوج، علاش كيمشيو مطرق زبوج؟ قال لك باش يحمي راسو، كانوا البلاد ماشي امينه، وحنا كنا كنحسبوا زعما راه باش يتعكز عليه ويحلفوا باللومي الخضر باللومي مقوت اللي عبدوا باللومي. واحد النهارات واحد السيد غادي في الطوموبيل، هو يزيد الطوموبيل ويقول لمراته الخضر زعما الخضر على الفروج ولا خضر باش يزيد، وهي تقول لي وقف نسلم عليه حتى انايا، حسباتو الخضر باللومي، قالت له وقف نسلم عليه. وما يحلفوا به، يقول لك براس الخضر باللومي ما خبيت عليك شي حاجه. كذلك واحد الوقت كانت عندهم اورانجينا وما شافوا فيها ديك سميت اورون، حسبوا الجزائريه اللي كرياتها وسمتها اورانجينا زعما وهرنجينا اورانجينا. هادو المعسكرين تنرفوا وقال لك علاش ما سموهاش ماسكارا جينا، معسكر جينا، ماسكارا جينا. حنا اذا غادي للقطار، الوقت غادي وكيقرب فهمتي، غادي للقطار ما عرفت واش تحت الشمس ولا تحت المطار، المهم هذاك الشيء زوين. واللي غادي يتكلفوا بالامن اللي دايروا العقد الكونترا دو سيكوريتي مع لا فيفا هما المغاربه الحموشي، وهناهم الله خصهم يعطيو واحد البريم الايكامبي لان نقص عليهم من الامن بزاف ديال الامور، نقص عليهم الفوضى ها والفهم يفهم ايكامبي ماشي قسامة. وانا قلت لكم قبيله كون كانت مؤامره على الكاميرون كيما كيقول وادو، كانت مؤامره فعلا وما تربحش الارجيري في كاميرون اللي ما عمرها ربحتها في حياتها كاع، والكاميرون 25 عام ما خسرتش في التيران ديالها ها. وما يمكنش هاد الخطه كامله ديال باش تكون مؤامره والجزائر تعادل في الدقيقه الاخرى ديال الاشواط الاضافيه وتاهلات، واحد برك بدا يتسنى لومبيونس جي تي ولا ماش عارف ولا ديك السيفيار بغى يضيع الوقت، جاتهم واحد لاتوش حقروها هذيك لاتوش ولات روميز ابي لان اللاعب انتيليجون حطها لصاحبو حدا رجليه وهذاك ديجاجاها داك. الى عاودتي اللقطه كيبان لك الاخر ديبلاسان بلاصتو ويتسناها وديفياها براسو لان عارف فين كاين التفوق العددي في الكاري في السيمتر، حطها في السيمتر الاخر شطبها بالها هي وتبدا يقولوا ايوا يا مولانا تب علينا الله، تولي يقولوا ماركاونا. وهذيك ماركاونا هذيك خدمت مع الهموشي لان غادي يخدم شويه الامن ديالو ترونكيل نو ترابلز.
هضرنا على الكره لان بزاف كيقولوا لي يا الركراكي علاش ما دخلش هذا ما دخلش هذا. وزلزولي زلزولي راه باني كون جوور يلعب بريمير ميطون بان ليا في لاطاك مزيان وغادي يقلب على لي بالزاريطي مزيان لي كوفرون من جهه الكاري 18. وناحي ما نهضروش عليه اكسبسيونيل ما نهضروش عليه هذاك ما كاينش لا مواندر مارك نيجاتيف تجاه ديالو اونتربرونون عنده الشخصيه ديالو عنده كاريزما ديالو بوفال شويه كيتسطى شويه بوفال هذاك اللي دوك دوك البون اللي كيدير ديك القنطره الفوقانيه ماشي التحتانيه وكيدي ويجيب هذيك فيها شويه ضياعه ديال الوقت هذيك فيها ضياعه ديال الوقت الصراحه لان الفوتبول ما بقاش فيه داك الشيء بقات الكره دابا ولات غير لا رابيديتي ديكزيكسيون ولات فيها غير السرعه التنفيذ لا رابيديتي اكسيسيف واحد السرعه فارقه للعاده في تمرير الكره او غير ديفيها وهذيك الطريقه باش اليمين جوار كيتريقل شويه ما عرفتش كيديرها في ماتش اميكال ولا فهمتي هذاك الشيء خصو الناس ما بقاش كونترول كونتروليها ولات غير ما بقاش كونترول باس ولات غير ديفياسيون دو بالون حتى داك كونترول اورينتي وداك الشيء بدا كينقص عالم اخر راه غادي يكون هنايا ان شاء الله راه في المراحل النهائيه ديالو اللي غادي يابسوغ به يد عامله كثيره اداريه وتقنيه وماليه بزاف سافا ايوا حنا هضرنا على الكره حنا بدينا بلا كوب دي موند كنقول لك ولا كوب دافريك يا باي تشونس ديال 76 كان اللي يقول لك راه ديناها بحال على شكل كانت على شكل بطوله ايوا المهم راه تحسبت كنا نديو ربما لا كوب دي موند لا كوب دافريك اللي تلعبت في المغرب كانت بعض الاخطاء او نيفو دي لا بريباراسيون مونتال وكنا نقدروا نمشيو للتروازيام تور في مكسيكو البيت اللي تماركا ماركا لوتر ماتيوس بكوفرون بال اريتي الكره مشات مدردبه حسينا اخوان المير وذاك النهار جو بونس كان شي لاعب ناقص واش البياز اللي كان ناقص ذاك النهار بال اريتي وتقول فيها الزكي وهذاك لوتر ماتيوس انا كي شفتو جاي تيري قلت يا ربي السلام هذاك كنعرفو كيتيري لي كوفرو من 40 مات خطير جدا كون كنت انايا ديك الساعه مدرب نقول لهم طلعوا كلكم وقفوا في الشبكه كلكم وقفوا في الشبكه كاع ما يديروا ذاك المير كاع كلهم يوقفوا في الشبكه والله العظيم وديك الساعه قول ليه ماركي كنا نوصلوا لي طون اديسيونيل ونبرزطوهم لان كنا موتيفي ذاك النهار اللعابه كاملين داروا بون ماتش الا ذاك البيت اللي تمارك علينا شكون كان كيتوقع المغرب يتعادل مع لونجليتير ديال روبسون ولا مع لابولون ديال لاطو ولا يربح البرتغال ديال فوتريو وشالانا وغوماز غوماز اللي وصلوا لا فينال ديال لاكوب دوروب وكانوا على شويه وما يديوها في لا فينال ايوا راه سيتي لو بروميير ايكيب اللي دازت دوزيام تور ومكنت الأفارقة يزيدوا فرق اخرى في المشاركه ديما المغربيين المغاربه مشرفين في المشاركه ديالهم عمرهم داروا الشوها صراحه حتى لا كوب دي مون ديال البرازيل راه كان الشاوش لعب مزيان هذاك برودوم هذاك الغارديان ديال لا بلجيكا صاحبي راه كان داك النهارات صراحه كان نسر ما خلاش كره تدخل وداك البيت اللي ماركا علينا السعوديه ماركا علينا معين حروده على عزمي جات حتى لحداه وما عرف شنو كيفاش القضيه ديال ديك الكره وخلانا مضاربين مع لا بلجيك مع لا كوب دي مون ديال لا فرونس ربحنا سكوتلاند كنا غنمشيو للدوزيام تور ساعه البرازيل باعت الماتش النرويج شكون كان كيتصور النرويج تربح البرازيل انكرويابل تقرب يسالي الماتش عطاهم بيلانتي والمغرب كذلك ما كانش بريباري باش يلعب مع البرازيل مونتالمون خسر 3-0 رونالدو بدا يتسارى تماك رونالدو ماشي ديال البرتغال رونالدو البيلدوزر ديال البرازيل بدا يتفرج فيه واللعابه ديالنا بداو يتسناو وقتاش يسالي الماتش باش يبدلوا المايو مع رونالدو كلهم مشاو عنده المغاربه ديالنا سبورتيف صراحه تبارك الله عليكم انا راه وصلت في المكان ديالي المقصود كنحييكم الى اللقاء
الفيديو المقبل إن شاء الله.